وللحديث عن آخر مستجدات ثورة تشرين وتظاهرات مستمرة في عدة محافظات عراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات أياد الرومي. أستاذ أياد مرحبا بكم. تظاهرات مستمرة في النجف والقادسية والناصرية وأيضا في المثنى تؤكد على استمرار الثورة، لكن هل فشل رهان السلطة على عامل الوقت أستاذ أياد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله وحيا الله قناه الرافدين. حقيقه هم راهنوا على الوقت وراهنوا في وقتها على البرد وعلى الحر، ويراهنون على عذرا على اللفظ، ولكن يراهنون على جرذانهم بالسكاكين والمسدسات والرصاص الحاي، ولكن خاب مسعاهم. وراهنوا ايضا على الفتن بين المتظاهرين، زرعوا من احزابهم من جرذانهم داخل الساحات، والآن عادوا مرة أخرى لاغتيال الناشطين. وهذا الأمر يعني لا يزيد الناشطين والمنتفضين إلا عزيمة وإصرار. وقلناها سابقا، الثورة تطرق الأبواب، والأيام القادمة القريبة جدا ستفتح الثورة أبوابها ويخرج الشباب من داخو إلى الفاو. هم يراهنون، هم يملكون السلطة والمال السحت والسلاح، ولكن لا يملكون الوطن، فالوطن يسري مصر الدم في عروق المنتفضين الذين سيكونون ثوارا في الأيام القليلة القادمة. أستاذ أياد، ما السبب في هذا التمسك من قبلكم بمطالب الثورة؟ طبعا رغم محاولات السلطة قمع الثورة وكذلك صعوبة الظرف الراهن بموضوع تفشي جائحة كورونا، ما السبب في ذلك؟ أستاذ أياد هل تسمعني؟ نعم. هل سمعت السؤال أستاذ أياد؟ ما سبب تمسككم بمطالب الثورة رغم محاولات السلطة قمعها وأيضا صعوبة الظرف الراهن بمسألة تفشي فيروس كورونا؟ أنا أستغرب لهذا السؤال، ولكن أنا أعطيك الحق لأنه اليوم الثبات على المبدأ أصبع، وكأنه شذوذ عن القاعدة السائرة. احنا احرار، احنا احرار لسنا عبيد، ونحن مؤمنين بوجود عراق جديد حقيقي، بوجود وطن سلب هذا الوطن، وما زالت جراح هذا الوطن تنزف، ولكننا نتكئ على جراحنا ونقف، ولن نعود ادراجنا الى ان نسترد الحقوق المسلوبه. من هؤلاء يعني الذين جاءوا على ظهر دبابة المحتل؟ يعني جعلوا العراق ورث أبهاتهم مثلا؟ أبدا. سيستعيد العراق وسيعود العراق لعافيته ومكانته الحقيقية بسواعد النشامة. نساء ورجال، والخير قادم، ترى الخير قادم. نعم. والله ما نرجع إلى أن نستعيد الوطن. طيب. الغالي أستاذ أياد، متظاهرو النجف هددوا بتصعيد إجراءاتهم السلمية ضد الحكومة وأيضا أحزاب السلطة، ما هي خطوتكم القادمة أنتم كمتظاهرين بشكل عام؟ خليها تكون مفاجأة، لأنه طلعتنا بواحد عشرة كانت مفاجأة ولكن غير منظمة. في الوقت القادم سيكون خروجنا منظم، وستتفاجأ منه الأحزاب الفاسدة التي استهترت بدماء الشعب العراقي، التي سرقت ونهبت وباعت خيرات الشعب العراقي. والله كل شبر انباع من العراق راح نرجعه، وكل دينار انباع من الاموال من اموال الشعب والله راح نرجعه. نعم. والله لنملأن السجون بهم، والله راح نشوفهم يوم اسود عمرهم ما يحلمون به، راح يتحسرون على سحله نور السعيد. الله يرحم نور السعيد. أستاذ أياد، محاولة اغتيال جديدة نفذتها الميليشيا ضد أحد نشطاء التظاهرات في مدينة العمارة في محافظة ميسان، لماذا تستمر الأحزاب وأيضا الميليشيات بذات الخيار القمعي ضد المتظاهرين؟ هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة سيد فاضل، هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، يعتقدون أن كورونا، جائحة كورونا جاءتهم لتنقذهم، ولكن جائحة كورونا جاءت لنا نجدة. إن ليش؟ لأنه راجعنا أمورنا ونظمنا صفوفنا، ومن حق السهم الرجوع خطوة إلى الوراء ليكون التسديد أدق وأشد. لذلك هم يعودون إلى أساليب القمع بالقتل والترهيب والتعذيب والاستطاف،
والاغتيالات الجبانة لأنهم خفافيش الظلام لا يستطيعون مواجهة العراقي وجه لوجه. لذلك هي أيامهم الأخيرة إن شاء الله. من بغداد الناشط في التظاهرات أياد الرومي، شكرا جزيلا لكم.